بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بشرح هذه الأربع الأدوات. ما فائدة كل أداة؟ بداية سنختار هذه الأداة الزجاج المتكسر مثلا. هذه الأداة تعطيك عدة أشكال قام البرنامج بإضافتها، الكواكب وما شابه من أشكال. دعنا نقرب جميع الأشكال. هذا الشكل الأول مثلا، هذا الشكل الثاني، وهذا الشكل الثالث، وهذا الشكل الرابع، وهذا الشكل الخامس. أعمل رندر الآن لنرى جميع الأشكال. طبعا هذه أشكال الكواكب أو ما شابه من ذلك، مثل الصخور، وهذه هي أشكال الأوراق، أوراق الشجار، وأشكال الحروف، وهنا أشكال الدخان أو البخار أو ما شابه من ذلك، وهذه هي أشكال بعض أشكال من المجرة كالكوكب أو الهلال أو النجوم، نوعين من النجوم وما شابه من أشكال. ما فائدة هذا الخيار؟ هذا طبعا لتكبير الشكل. لاحظ الآن الخيار 50، لو عملنا الخيار إلى 20 مثلا وضغطت أنتر سيقوم برنامج بتصغير الشكل. كذلك هنا عدة خيارات، هذه للزاوية، طبعا الزاوية جعلها 90 أفضل. أما هذه سبيسينج، طبعا فراغ بين كل شكل وشكل. لاحظ لو غيرت الفراغ وجعلته 100 مثلا، سنختار الأوراق، لاحظ البرنامج لن يرسم إلا بعد فراغ 100. لاحظ لن يقوم بالرسم إلا بعد فراغ 100. تعال نصغر الفراغ، نجعله مثلا 10. لاحظ بعد الفراغ 10 سيقوم برنامج برسم شكل آخر. بعد الفراغ 10 يقوم برنامج برسم شكل آخر. أما هذه للألوان وهذه للزوايا X والY. كذلك ما فائدة هذه الأيقونة؟ سنستخدمها، سنقوم بداية برسم نجمة مثلا. هذه الأيقونة لحذف نقطة ما، بإمكانك مثلا أن تضيف نقطة هنا، وإذا أردت أن تحذف نقطة فقط اضغط علي النقطة بهذه الأيقونة، ستقوم تلقائيا بحذف النقطة أو بحذف الضلع الواصل بين النقطتين هكذا. طبعا لن تتمكن من تلوين هذا الشكل حتى بأداة الصبغ لكونه المنحنى غير منغلق. فقط قم بالتوصيل بين النقطتين للتلوين المنحنى، قم بإغلاقه بهذه الأداة، ثم بعد ذلك بإمكانك التلوين. طبعا هذه إذن لإلغاء النقاط. أما هذه فلها فائدتان، لتكعيب وكذلك تغيير التكعيب. لاحظ هنا طبعا من الشكل واضح الانحناء او عمل انحناء او عمل مضلعان غير منحنيتان، يعني على شكل 8 و7. حدد مثلا جميع النقاط، الان هي مضلعات مستقيمة، لو ضغطت على هذه ستتغير. لاحظ الفرق. كذلك بامكانك لا تضغط على هذه، بامكانك عن طريق اضغط على الفيكتور ثم غير الى اليمين، سيقوم تلقائيا تكعيب وإزالة التكعيب. هذه فائدة هذه النقطة. اما هذه النقطة ففائدتها هي لسحب النقاط، عفوا فائدة هذه الأداة، أداة المغناطيس، هي لسحب النقاط. مثلا هذه بإمكانك سحبها وتغيير مكانها. طبعا في الأمور الكبيرة لاحظ لن يسحبها بشكل قوي مثل هذه. طبعا فرق بين هذه النقطتين، هذه لسحب النقطة أينما تريد، أما هذه نوعا ما في الرسم المتعمق أو في الرسم عندما ترسم أمور نوعا ما باحترافية أو رسم دقيق، فستجد الفرق بين هذه الأيقونتين. كذلك هذه الأيقونة بإمكانك تسحب أو فائدتها تسحب ما يلحق داخل هذا المغناطيس. يعني لاحظ هنا أداتان، هنا أداة وأداة،
لاحظ الآن ستسحب أداتان. كذلك بإمكانك تكبير الحجم، مثلا لو اخترت هنا واحد ثم اضغط انتر سيكبر حجم هذه الأداة. لاحظ كيفية طريقة سحبها عكس أو باختلاف عن هذه الأداة، هذه تقوم بسحبها جميعا، أما هذه نوعا ما تقوم بالسحب بطريقة مختلفة، وكأن هناك مغناطيس فعلا أو أداة مغناطيسية حقيقية. بهذا نكون قد شرحنا هذه الأدوات، أراكم في الدرس القادم لنشرح فائدة هذه الأدوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.